شنو حالك؟ دكتور مرحبا دكتور. والله يلا تبي نبرم عليهم شويه خلينا نبرم عليهم. جوك. احنا واقفين الوعد. اليوم نحن في جيمينس في مستشفى جيمينس العام. المستشفى اللي اعتقد يقدم في خدمه جديده لكل اهلنا في جيمينس وحول جيمينس. وهذا المستشفى اعتقد فيه عناصر اللي تشجع الى ان واحد فعلا يتعاون معها ويقدم لها خدمه ويدعمها لوجستي معنوي ومادي. ونحن اليوم سنقف على هذا الصرح المستشفى جيمينس من اجل دعمه بكل ما نملك، سواء كان دعم المادي او المعنوي او حتى بالكلمه الطيبه. ونحن ناس جيمينس طيبين اللي هم اهل الكرم واهل الجود. نحن اليوم جزء صغير من جودهم وكرمهم جايين نقولهم مجموعه مشاريع مجموعه احتياجات وحنتابعوهم ان شاء الله تعالى. نحن نوقع اليوم وبكره المسؤول تبع الاجراءات في طرابلس والوزاره ينزل استكمال ما يترتب على هذه التوقيعات. نحن داعمين لجيمينس بكل معنى الكلمه سواء في المستشفى او خارج المستشفى. ولو احتجتوا اي شيء الوزاره نحن اعتبرونا نشتغل في جيمينس. جيمينس هي المنطلقه بتاعنا في العمل بتاعنا. وان شاء الله ربي يوفق الجميع وشكرا. لا ما عندناش مشكله. طبعا عندنا كيلو واحده كيلو خارجه قبل السوق